السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. احنا النهارده موجودين من مكتب المختار، حمام التلات، جنب سامي توفيق على طول. يا بنات العنوان سهل جدا ما يتوهش. موجود بقى في الفيديو النهارده بيجامات لاطفالنا وحاجات لجوازنا ولاخواتنا وحاجات لينا. اتمنى الفيديو يعجبكم، يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. ازيك يا يوسف؟ ايه الاخبار؟ عايزين نقول للناس الاول احنا هنا فين. علي صوتك بس عشان الناس تسمع. 13 شارع حمام التلات في الموسكي. ايوه، بجانب سامي توفيق مكتب المختار. بجانب سامي توفيق مكتب المختار. احنا في حمام التلات يا بنات. تمام، طيب هنبدا بايه بقى النهارده؟ نبدا بالاولادي. طيب ورينا مقاسات الاطفال عموما من سن كام لكام؟ 2 و4، 2 و3 و4، 2 سنتين، 3 سنين، 4 سنين. تمام، دي كده يا بنات الاشكال اللي معانا، هنتفرج عليهم وهنعرف الوانهم برده. وده كمان مقاساته صغيره. ده جميل، ده 6 سنين و8 سنين. وفي شورت. الحاجات دي حلوه قوي. طب افتح بقى ورينا، هو لنا الاسعار وانت شغال كده. دي لونها جميل قوي، اللون اللي على اللي على البوستر هو اللون اللي تمام. الموديل ده كله لون واحد. تمام، الله، وريني. حلوه قوي يا بنات، جميله. ده مش قطن، ده خامته ايه؟ ده ميلتون ليكرا. ميلتون ليكرا، بس عايزه اقول لكم شكله حلو قوي. بصوا يا بنات، حطي لي بقى التيشيرت عليه. 110. 110. تمام، الله، دي بتتربط كده من الجنب ومعاها بندانا كمان. بتتربط زي نظام فيونكه كده، بتتربط من الجنب هنا يا بنات مع الشورت كده، ومعاها كمان البندانا بتاعتها. على فكره جد ممكن تخرجي بيه جدا كيوت قوي. وريني الشكل تاني اهو يا بنات. قلنا عليه 110. 2 سنين و4 سنين. 2 و3 سنين و4 سنين. تمام، طيب معانا ايه تاني؟ ده كده يا بنات 110 عشان ما ننساش. واللي يعجبه شكل يعمل عليه سكرين شوت ويبعته له على الواتساب، والرقم موجود قدامكم على الشاشه. في الموديل ده كمان بناتي. برده سنتين و3 سنين و4 سنين. تمام، ده مقاس ايه اللي انت بتفرضه لنا؟ 3 سنين. 3 سنين. تمام، المقاس الوسط يعني يا بنات، في اصغر منه نمره وفي اكبر منه نمره. دي قطن ليكرا. الله، لا كيوتة جدا، حلوة حلوة قوي. بس الخامة حلوة، بس هي خامة الشورت، الخامة اللي هو قال عليها اسمها ميلتون ايه؟ قطن ليكرا. قطن ليكرا. حلوة قوي. دي 100، التانية كانت 110، ودي معانا ب 100 يا بنات. في مقاس اكبر من دي وفي مقاس اصغر من دي. في سنتين، 3 سنين، 4 سنين. تمام، وفي منها الوان؟ لا، هي نازلة لون واحد برضه. نازلة لون واحد. تمام تمام. في كمان يا بنات الموديل ده حلو قوي، برضه لون واحد ولا في الوان؟ لا، ده نازل الوان. تمام، بصوا دي يا بنات برمودا، وفي هنا كده كيتي، خامتها حلو قوي. سنتين وتلاتة واربعة برضه. الله، تحفة، الموديل بتاعها جميل جدا. بصوا التيشيرت بتاعها حلو قوي كده، في منها اللون الاقوى يا بنات، وفي منها الوان تانية كمان، في منها الفوشيا. حط لي بقى الالوان هنا، في منها الفوشيا والسيمون. والسيمون اهو، والاكوا برضو. تمام، يبقى هي تلات الوان، الفوشيا والاكوا والسيمون يا بنات. بكام دي بقى؟ برضو ب100. دي ب100 برضو يا بنات، مقاسها 2 و3 و4، اللي احنا شفناه ده كده مقاس 3. تمام، يعني في اكبر نمره وفي اصغر نمره. في البناتي ده كمان يا بنات، قلت كام؟ في 4 سنين و6 سنين و8 سنين. و8 سنين، ده مقاس ايه؟ ده 4 سنين. ما تورينا 8 على طول عشان دي اللي فيها كبير. ال 8. بص يا بنات، هو اللون، اللون اللي موجود على البوستر هو اللون اللي موجود جوه. تمام، اللون السموم بتاعها برضو حلوه. احنا قلنا نشوف التمانية على طول عشان نشوف الكبير في دي، بما اننا شفنا الصغير في الحاجات التانية. ايه ده؟ 8 سنين. في ده 8، اللي معانا ده 8 يا بنات. ده 3، 4 الوان. 4 الوان، الاحمر والروز والاكوا والسيمون. تمام، بصوا بقى البنطلون بتاعها حلو قوي. دي بنطلون يا بنات، بنطلون قطن. البنطلون بتاعها قطن، قطنها تحفه، جميله يا بنات على فكره، حلوه قوي. مكتوب عليها بقى تيك توك وحركات ولايكي، الحركات اللي البنات بتحبها والبرامج اللي بيقعدوا يلعبوا عليها دي، حلوه قوي على فكره، خامتها جميله جدا. دي 120. ما ننساش يا بنات ان الشحن موجود لاي محافظه، الشحن موجود لكل المحافظات. تقدري تعملي سكرين شوت وتبعتي الاوردر بتاعك على الواتساب وتتواصلي معاه، هيبعت لك كل الالوان، وهسيب لكم لينك التليجرام. كل الشغل ده معروض على التليجرام بالاسعار ولا من غير اسعار؟ بالاسعار، عشان الناس اللي بيبيعوا اونلاين كل الشغل موجود على التليجرام بالصور. بصوا ده اولادي، بصوا بقى ده حلو قوي. ادي هوت شورت. هوت شورت، سنتين وثلاث سنين واربع سنين برضو. اتنين وثلاثه واربعه. ده لونه. الله، حلو قوي.
بصوا يا بنات دي بارزة كده، حطها. بصوا الشياكة لونها في منتهى الشياكة، تحفة، حلو قوي اللون ده، جميلة جدا دي يا بنات، حلوة. بكام دي؟ 110. دي بارزة كده يا بنات على فكرة، 110. قلنا 2 و3 و4، ألوانها إيه؟ البينك والأصفر والسيمون اللي احنا شفناها. دي أولادي، دي أولادي. تمام، في ده كمان يا بنات أولادي، 2 و3 و4. تمام، ده مقاس 4 اللي انت هتطلعه، ده مقاس 2 4. تمام، بصوا والقمة معمول عليه الكلمة كده، الله، بصوا ليه الكولا بتاعته من هنا، حلو قوي ده برضو يا بنات. ده اوف وايت مش ابيض، في اصفر. 105 ما شاء الله. جب في الوان تانية منه؟ في منها يا بنات الاصفر والاحمر والرمادي. الرمادي كمان بتاعها يبقى حلو قوي، سكري مش ابيض، سكري، هي اللون بتاعها يا بنات سكري مش ابيض. تمام، قلنا دي ب 105. ما تنسوش يا بنات الشحن موجود لاي مكان، ولو عايزه تيجي احنا في حمام الثلاث جنب محل ايه؟ سامي توفيق، جنب محل سامي توفيق. تمام، مكتب المختار، وكل البيانات مكتوبه على الشاشه وفي اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف. دي اولادي برضو، دي بنطلون 8 سنين. ده مقاس 8. ايوه انا بحب المقاس الكبير على طول. بصوا يا بنات البيجاما اهي، تمام، والتيشيرت ما شاء الله تحفه، حلو قوي. وبصوا البنطلون كمان كله على قطن على فكره، جميل جدا، جميله. بصوا حلو قوي دي، ممكن تلبسيها له مع كوتشي كده وهو رايح الحضانه، رايح النادي، رايح في اي حته عنده تمرين، تبقى حلوه قوي. انا عايزه اقول لكم جميله جدا. ده بكام؟ 125. دي معانا النهارده يا بنات 125، وفي منها الوان تانية كمان كده يا بنات، منها الابيض وفي منها الاسود، ولو في الوان تانية هتلاقوها على التليجرام. في الاديداس ده كمان، ده حلو قوي مع الشنطة بتاعته. جميل، افتح ورينا دي الشنطة. يحط فيها بقى حاجته وهو رايح النادي، يحط حاجته براحته خالص يعني. الشنطة على فكرة شكلها حلو، وقطن يحط فيها حاجته. والبنطلون بتاعها ده مقاس ايه؟ 4. ده 4 سنين. تمام، ده مقاس 4 سنين يا بنات. التيشيرت بتاعها احمر، تحفة. دي في منها الوان برضو ولا هي لون واحد؟ في منها ازرق، ازرق واصفر. ازرق واصفر، في منها ازرق واصفر يا بنات. البنطلون رمادي اساسي، والتيشيرت هو اللي بيتغير. الاحمر اهو، وادي الابيض وادي الازرق. تمام، حلو قوي. بكام دي؟ 125. ومقاساتها 4 6 8. تمام تمام يا بنات. في كمان دي بناتي، ها؟ لا دي اولادي والله، ده نجوم وحاجات حلوه واصفر وكده. قالت لي الوانها على فكره شكلها بناتي، احنا مالناش دعوه، هي شكلها بناتي. اولادي بصوا يا بنات، اصفر ونجوم وحركات اهي، زي ما انتوا عايزين بقى. بناتي اولادي براحتكم خالص، حلوه قوي. تمام، الطباعه بتاعتها حلوه. دي كده مقاس ايه؟ دي معاكي سنتين. دي مقاس 2. تمام، في منها 3 سنين و4 سنين. في منها مقاس 3 و4. كده معانا يا بنات ب 100. المقاسات قلنا 2 و3 و4. معاك موديل تاني بتطلعه؟ بص، في الموديل الباندا ده حلو قوي برضو، الشورت بتاعه كارو، في منه الكافيه، الله لونه حلو قوي، الله. بصوا البنطلون كارو، جميله جميله جميله، حلو قوي. وفي بصوا عاملين له سليبر هنا، حلو قوي. تمام، دي ب 100 برضو. دي مقاس 2 اللي معانا، دي مقاس 2. دي مقاس 2 كده يا بنات، في منها 4 وفي 3. 3 ولا 6 دي؟ 2 و3 و4. 2 و3 و4. تمام، في كمان يا بنات ده معانا، ده محير، ده سن المحير كده، ميديوم ولارج واكس لارج واتنين اكس لارج، وموديل الوان يعني، الموديل اللي انت بتشوفيه بلونه، في منه موديلات تانية. حلو ده قطن، حلو قوي. جميل ده. بصوا البنطلون ده مقاس ايه؟ ده مقاس 2 اكس في المحير. 2 اكس؟ ده 2 اكس. تمام، بصوا يا بنات حلو ده. تمام، ده كده الجراي مع الكحلي يا بنات. تمام، بكام ده؟ ده ب 125 بدل 160. 125. تمام، حلو قوي يا بنات. عايزه اقول لكم سنه محير، والخامه بتاعته حلوه، وفي اللون الجنزاري مع الكحلي والرمادي. ده موديل تاني بقى، هو كل واحد وليه الموديل بتاعه، ونفس السعر، نفس كله سعر واحد، كله ونفس المقاسات، صح؟ بصوا ده حلو برضو يا بنات. والبنطلون بتاعه جنزاري في كحلي. تمام، ما شاء الله. تمام، ده الوش بتاعه يا بنات، ده البنطلون. تمام تمام، ده كده مع كوتشي تقدر تخرج بيه، تقدري لو في ضيوف موجوده وعايزه هتلبس حاجه زي كده برده، حلو قوي، تقدر تروح بيه النادي. عايزه اقول لكم شكله تحفه، وبرده ب 125. والشحن موجود يا بنات لاي مكان، اي موديل يعجبكم اعملوا عليه سكرين شوت وبعتوا له على الواتساب.
في كمان يا بنات السلافيت ده عايزه اقول لكم بناتي بس اللي هو لغايه ما هو انا شايف اطفال يعني بصي يا بنات الارنوب اهو في 6 سنين و8 سنين و10 سنين 6 و8 و10 افرضوا بقى من الكتاف كده ده مقاس كام 8 ده 8 سنين 8 مقاسه حلو يا بنات لسه في 6 و8 8 6 و8 10 تمام كله نفس اللون يا بنات تمام الخامه بتاعته اللي هو بصوا الفرو ده تحفه حلو قوي فرو جوه وبره بصوا جميل جدا تمام بكام ده بكام ب 150 150 تمام ده 6 اكس يا بنات ده كبير طبعا ايه بصوا الشكل بتاعه اهو حلو قوي التيشيرت بتاعه ابيض قط الله حلو قوي بصوا القط مش عادي كده لا جميل عليه رسمه الاديداس ده في كشمير ابيض في كشمير في اسود البنطلون كمان خامته حلوه بصوا بقى 6 اكس الكابي شو والاديداس وبحزام من النص يتلم وورا كمان في اديداس اهي على الظهر والكم بتاعه وعليه الاطار بتاع الاديداس ده حلو قوي تمام ده بكام ده؟ لا 260 260 تمام ده 6 اكس يا بنات وفي منه اكس لارج كمان هم اخر حتتين للي عايز يلحق يطلب على طول لسه في شغل تاني وفي منه الوان وتشكيل لسه لسه عندنا كمان الموديلات دي هنشوفها دلوقتي في الاشكال دي 250 وده 250 في منه اكس لارج 2 3 4 وده تمام دي عندهم قدامك في الموديل الجديد ده لسه جاي جديد ب 275 فرجنا زيتي في اسود زيتي في اسود احمر في اسود بصوا ده الاسود يا بنات كشمير في اسود في النبيتي والكشمير في اسود الله حلو حلو قوي ده مقاس ايه؟ اكس لارج برضو اكس لارج اكس لارج ابقى ركز في المقاس وانت بتفتح ماشي ده اكس لارج يا بنات حلو قوي ده بكام ده قلنا؟ 275 275 وكابي شو يا بنات زي ما قلنا ما تورينا المسطردة ده موديل تاني صح؟ اصفر في زيتي ده اصفر في زيتي اصفر لا اصفر في زيتي لونه ملفت وهو محطوط كده عايز اقول لكم شكله شيك قوي كله تونيكات يا بنات طبعا عشان لو عايزه تنزلي حلو قوي خامته جميله ده برضو ده اكبر من اكس لارج ده 2 ده 3 اكس 3 بصوا يا بنات مقاسه حلو ما شاء الله ارجع ورا شويه ايوه بصوا حلو قوي تمام ده 3 اكس يا بنات والاديداس برضو موجوده على الظهر هنا ده بينزل لون واحد ولا في منه الوان ثانيه في منه الوان في كشمير اهو كشمير رمادي في منه الكشمير اهو يا بنات وفي منه في الرمادي وفي منه النبيتي في الاسود وفي اللي احنا شفناه الزيتي في الاصفر تمام البنطلون بتاعها زيتي برضو زيتي حلو مقاسها حلو تمام ما شاء الله تلبس بتاع 90 95 دي يا بنات 100 كمان لو حابين ده كده يا بنات معانا ب 250 تمام ده كده يا بنات بصوا الموديل ده ده اكس في منه مقاس تاني اكس لارج و2 و3 ورينا الكبير على طول بصوا يا بنات احنا جبنا منه 2 اكس مع شنطه انا عايزه اقول لكم شنطته حلوه ورينا الشنطه على الطبيعه احلى اصلا بصوا الشنطه يا بنات اهي بتتلم بالحبل كده واليد بتاعتها حلوه كروس تتلبس كروس او تتلبس كتف حلوه اهي تعالى اتفضل اهي يا بنات بصوا والحبل بتاعها تمام الله ده مقاسه تحفه ده 2 اكس ده 2 اكس ورا بصوا اديداس اهي ده مش دهنا وشه تاني انت خطفت الوش اصلا بصوا مقاسه حلو والموديل بتاعه جميل جدا ده بكام ده؟ ده عندك اكس لارج 2 3 ب 270 4 و5 و6 280 افرق 4 و5 و6 280 والمقاسات الصغيره من اول اكس ل 3 اكس 270 تمام والبنطلون بتاعه اهو يا بنات ده كده مقاس 2 اكس على فكره يلبس 100 كيلو مستريح وفي الزيتي في الرمادي تمام الزيتي في الرمادي تحفه الزيتي تحفه يا بنات عايزه اقول لكم الله تحفه يا بنات الزيتي تحفه ما شاء الله انتوا عندكم تشكيل في الحاجات الرياضي دي انا شايفه ما شاء الله يعني والشنطه بتاعته اهي يا بنات موجوده برده تمام في كمان يا بنات الموديل ده ده جميل جدا افرضه كده ده الاوريجينال ده 4 اكس في 4 و5 و6 ما شاء الله تمام في ده الاوريجينال ب 300 هتلاقوا 300 مضروب ب 200 و230 الخامات بتبان لا الخامات بتبان ده الاوريجينال الثاني الخامه بتاعته وحشه وريني اننا اتكلمنا على الخامه اول حاجه يبقى ما شاء الله حلوه حلوه يا بنات ما شاء الله بصوا التيشيرت بتاعها قط وساده وبصوا البنطلون بتاعه
حلو قوي حلو قوي قوي قوي. لا انا حبيت الترنج ده على فكره. 300 ده 300 ما شاء الله جميل. في منه الاسود، اسود وكشمير بس. اه بصوا النظام بتاعه حلو قوي. ده يلبس على فكره، ده 4 اكس. اه يلبس يلبس مستريح يعني، ما شاء الله جميل. 5 اكس اهو يا بنات، 5 اكس ما شاء الله جميل. اه كمان في الاديداس ده كمان يا بنات. اه 290 ايه اللي فرق بقى ال 290؟ اي حاجه. بصي يا بنات اديداس اهو مكتوب تحت اديداس. اه دي اخر قطعه كمان، اخر قطعه. عايز اقول لكم حلو قوي، حلو قوي قوي بصراحه. الاحمر مع الاسود كمان حلو، اخر قطعه. وكمان 2 اكس دي 2 اكس كل دي. اه ما شاء الله جميله. اهو يا بنات دي كده ايه، عبايه وعليها الجاكيت بتاعها. اه حاجه برده كده يا بنات للنزول. بصي ده اللون الزيتي، وعلى فكره اللون الزيتي حلو قوي في الشغل ده. هي بتبقى قط او اه. ده مقاسها ايه؟ مقاسها حلو. دي 2 اكس كل دي 2 اكس ما شاء الله. حلوه يا بنات دي كده 2 اكس اهي. تمام ورينا الجاكيت. بصوا الجاكيت اهو برضو جميله، هي قطن. تمام هي قطن يا بنات. ده بكام دي معانا كده؟ 250. في منها الوان ايه؟ في منها الاسود، الاسود والزيتي بالحالين الموجود يعني. الاسود والزيتي دول اللي موجودين يا بنات. في الوان تانية بس خلصانه، اللي موجود معانا النهارده الاسود والزيتي. تمام طيب يا بنات هات الصوره. بصوا كده في الموديل ده بنطلون وتيشيرت وعليه 275. مستعجل على السعر ليه؟ اصبر لما نعرف الناس الاول. وعليه زي عبايه كده بسستة من قدام. ده البنطلون اهو، اه ليه خطين كده من تحت. تمام وده التيشيرت بتاعها. تمام ابو بنطلون والتيشيرت. فاضل العبايه اللي بسوسته، تقدري تخرجي بيها بقى زي ما هي سوسته كده. تمام زي ما هي تخرجي بيها سوسته كده، وتقدري تفهي اخر السوسته هنا يعني كده كده هتلبسيها فوق البنطلون بتاعها. حلو قوي. اه بصي الظهر كمان جميله جدا. ده بكام دي؟ 275. جميله 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 يا بنات. عايزه اقول لكم دي كده 275، دي كاجوال للنوادي للخروج. تحفه 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 ما شاء الله. طبعا اللي يعجبه موديل يعمل عليه سكرين شوت يا بنات ويتواصل معاهم. هسيب لكم الارقام في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. ده مقاسه ايه؟ 5 اكس. افتحوا لنا. عايزه اقول لكم شكله حلو قوي بحزام كده من على الوسط، يبقى مظبوط عليكي تخرجي بيه برده مع كوتشي. جايب منه كل الالوان. ده 5 اكس ما شاء الله. البنطلون بتاعها كبير. اه حلو قوي حلو. تمام بصوا لا تحفه. ده بكام ده؟ ده 250 برضه. 250 ما شاء الله تحفه يا بنات كبير. بصوا لما نلم كده شويه هنا بصوا بقى شكله بعد ما يتلم حلو قوي. بصوا بيظبط في اللبس جميل جميل جميل. حلو قوي. ده الوانه في منه زيتي وفي منه رمادي وفي منه الاسود. صح في الوان تاني ايه ولا خلاص؟ الثلاث الوان الموجوده. تمام ما شاء الله ب 250 يا بنات. عايزه اقول لكم في البيك سايز كله يعني 4 اكس و5 اكس و6 اكس اللي احنا فردناه ده 5 اكس، يعني في كمان منه اكبر منه. في كمان ده كده يا بنات، ده اديداس ده كحلي وفي منه الزيتي. ورينا الكحلي ده في جولد ها ولا في بيج ده؟ لا جولد. جولد. واحنا بنتفرج كده يا بنات ما ننساش نعمل لايك، واللي بيتفرج عليا اول مره يشوفني مش مشترك في القناه يشترك وهو بيتفرج ما ينساش. بصوا يا بنات الله، بصوا ده من هنا كده عامل زي ما يكون جلد. حلو قوي ومقاسه مظبوط. ده مقاس ايه ده؟ 2 اكس. 2 اكس ما شاء الله. البنطلون هيجي مظبوط في الجسم كده. حلو الترنج ده. بصوا التيشيرت بتاعه اه تيشيرت نص كم وعليه اديداس كده. ده 2 اكس. ده 2 اكس اه ما شاء الله. حلو يا بنات. بصي ده تطريز عشان نبقى متفقين، ده كده ده تطريز. حلو قوي وبيتلم الوسط بتاعه برده. بيبقى ده على فكره خروج صرف، ده استحاله تعوزي بيه في البيت. ده خروج اه ما شاء الله. وبصوا الكم بتاعه كمان في منه الزيتي وفي منه الاحمر. حلو قوي ونص ياقه من فوق. تمام ده بكام معانا؟ ده ب 250 بدل 300. 250 بدل 300 قلنا. أوه. في منه الوان الزيتي والاحمر والكحلي و250 ومقاساته ايه؟ لارج اكس لارج 2 3 لارج واكس لارج و2 اكس و3 اكس. تمام في الموديل ده كمان، في كمان الموديل ده برضه ب 250 بدل 300. انت عندك ترنجات الخروج عندك تشكيل منها رهيب.
بجد يا بنات انا عايزه اقول لكم انا بفرد وفي حاجات كده بنعديها ما بنشوفهاش، لازم يعني الموضوع مش لازم محتاج تركيز اكتر من كده. ادخلوا على التليجرام برده وبصوا على كل الموديلات الموجوده، حلوه قوي. بصوا ده برده هنا مطعم كده بالجلد سيلفر، بصوا ده كمان ده التي شيرت بتاعه، بصوا ده كده ترتر ترتر في الظهر، الله حلو قوي قوي قوي. ده العرايسنا الحلوين بقى عايزه اقول لكم تحفه، تستقبلي بيه ضيوف تنزلي بيه كده حوالين البيت، عايزه اقول لكم حلو قوي ده جميل. ده مع التيشيرت بتاعه ثلاث قطع تمام. ده مش ترتر ده شكل بس يا بنات تمام، عشان هو واخد نفس شكل الترتر. ده بكام ده؟ 250 برده، 250 بدل من 300 يا بنات ما شاء الله. وفي منه اللون ده، وفي منه اللون الفوشيا بتاعه حلو قوي. بصوا هو مفتوح بقى المفروض، حلو قوي ده اللون الفوشيا. مقاساته برده يا بنات لارج واكس و2 و3 اه لغايه 3 اكس. في كمان يا بنات الموديل ده انا عايزه اقول لكم تحفه تحفه، ثلاث قطع. ده اديداس قلت ولا ده الايه؟ اديداس مكتوب عليه اهو اديداس تمام. مقاس ايه كده وانت بتفرد؟ عشان انا بحب المقاسات فري سايز تمام. ده يلبس يا بنات، هشوف لكم البنطلون والتيشيرت بتاعه واقول لكم. ده زي اكس لارج كده تمام، بصوا اه تمام بصوا اهو. مستعجل ليه؟ ده الظهر بتاعه كده وليه الكولا من تحت الاستك ده تمام. وريها الوش بقى من غير استعجال، الوش اهو يا بنات. طبعا الجاكيت بتاعه هو اللي عليه الشغل كله والبنطلون ساده. بصوا ده كده من جوه تمام، البنطلون بتاعه والتي شيرت نصكم، وده اديداس ما شاء الله حلو قوي، ده جميل جدا في الخروج. طب هنشوف ايه تاني؟ ده بكام؟ 250؟ لا 230، 230 بدل 250 تمام حلو قوي. ده برده في منه احنا قلنا دوت فري سايز اه لون واحد ولون واحد تمام. واللي معاك برده فري سايز؟ فري سايز اه اللي احنا بتاخده، عشان بس نبقى فاهمين واحنا بنشوف. بصوا يا بنات التي شيرت بتاعه ابيض مكتوب عليه سبورت، والبنطلون برده ليه الكولا اللي تحت دي، انا بحب الحاجات دي سويرة ايوه اهي، وخطين من الجنب وساكت حلو قوي جميل. ده حلو حلو بكام؟ 230 برضو ما شاء الله جميل يا بنات. حلو ده بخروج كده مع كوتشي نادي بقى، رايحه في اي مشوار حواليكي عايزه اقول لكم حلو قوي تمام. برضو 230 وفري سايز. في معانا حاجات كاجوال تاني؟ ده 120 بدل 175، 120 وراه لنا طبعا سعر ممتاز. برضو مقاساته ايه؟ فري سايز. فري سايز انا بحب الحاجات دي بصراحه اللي بتبقى كاجوال دي بحبها. بصوا اهو طبعا ده خيط دي كده فتل تمام، كان هو اهو ما شاء الله وبقيه ساده مع البنطلون بتاعه، مع البنطلون بتاعه اهو يا بنات. ده قلنا عليه 120، ده 120 بدل 175 تمام بدل 175. ده غيار كده يا بنات في البيت حلو قوي تمام، ولون واحد اسود في كشمير تمام. في كمان ده تونيك في الجوتشي اه ثلاث قطع. ده قط ولا بكم دوت؟ طب ورينا بقى التيشيرت بكم اه. ده فكرته ما شفناهاش في الموديلات اللي فاتت يا بنات، ده زيتي انا بحب الزيتي. بصوا بقى ما شاء الله عندهم تشكيل رهيب في الترنجات دي حلو قوي. بصوا التيشيرت اهو جميل واه، بصوا الكم بتاعه تمام. ورينا الجاكيت، ده البنطلون بتاعه، البنطلون بتاعه واسع حلو يجي على الجسم مظبوط. بصوا الجاكيت اهو قط عشان هتلبسي تحتيه التي شيرت الطويل، وهو تونيك طويل على فكره، والجيوب بتاعته وكل التفاصيل بتاعته ما شاء الله حلوه. وورا مكتوب جوتشي برده صح؟ اهو ورا كمان مكتوب جوتشي تمام. ده بكام؟ ده عامل 240 بدل 260، 240 يا بنات بدل 260 وفري سايز ونفس اللون ولا في الوان تانية؟ في اصفر، اصفر احمر واحمر، بس ده اللي موجود حاليا اصفر واحمر وزيتي يا بنات تمام. 240 بصوا في بقى ده ما شاء الله، ده تحفه ده حلو. ده من فوق لولي ولا منقط ولا ايه؟ لولي لولي. الله مقاسه حلو برضو بصوا اهو كده، واللولي جاي شويه من على الكتف واخد جزء كده من الكتف تمام حلو قوي. البنطلون بتاعه اهو وليه قط من تحت كده حلو قوي. ده بكام ده بقى؟ ده ب 155 بدل 175، 155 يا بنات بدل 175. ده لون واحد ولا في الوان؟ في الوان ده كده اللون اللبني
في احمر نادي وفي منه السيمون وفي الاحمر كمان رمادي وفي رمادي بتاعه برضه يبقى حلو قوي. في الرمادي كمان يا بنات تمام. مقاسات ولا فري سايز؟ لا فري سايز، ده كله فري سايز. فري سايز ده حلو قوي. موجود منه اللون اللاين بيتي ده بس لون واحد. طب ده مقاسه ايه؟ لا فري سايز برضه تمام. مفيش احلى من الترنجات دي لما تبقي في الصيف كده نازله سهله معاكي وسريعه، وبيبقى شكلها عايزه اقول لكم في منتهى الشياكه لما تاخديها تنزلي بيها كده تحفه، بتبقى خفيفه ومش بتضايقك ما شاء الله. بصوا الشغل اللي في الجنب ده كده حلو قوي تمام، ومقاسه حلو، مقاسه جميل، انا شايفه انه كبير حلو ما شاء الله. ده بكام برضو؟ ده عامل 200 جنيه بدل 220. ما شاء الله، عايزه اقول لكم حلو قوي يا بنات، حلو ده كده تطريز مش طباعه تمام. بصوا الشغل، وده برده مش طباعه، ده خياطه، ده تركيب تقريبا مش عارفه، بس ده مش طباعه وده تطريز يا بنات. بصوا يا بنات في ترنج ده كده، ده نظام تونيك وبنطلون. بصوا اه بصوا حلو قوي، عايزه اقول لكم مبهج جدا، انا ما اعرفش ازاي جابوا الدرجه دي مع الدرجه دي، هي نفس الدرجه، حلو قوي ما شاء الله جميله. وادي البنطلون اه روش قوي الطقم ده، روش على فكره جدا. بكام ده برضو؟ ب 230. 230 ده لون واحد ولا الوان؟ لا في منه الوان، في منه الوان. اللون ده يا بنات وايه تاني؟ في زيتي وزيتي زيتي واسود واسود، يبقى في منه زيتي وموف واسود. في يا بنات الموديل الاديداس ده، ده احنا كده هنبدا دلوقتي في الرجالي تمام. ده في منه اسود واحمر، بصوا الاحمر اهو يا بنات والاسود، واحنا هنشوف الكحلي منه تمام. المقاسات الرجالي من اول اكس واحده لغايه 3 اكس تمام. بصوا ده 3 اكس، ده 3 اكس معانا ما شاء الله، حلو قوي حلو، شكله شيك قوي على فكره، شكله شيك قوي يا بنات ما شاء الله. ورينا البنطلون تاني كده، البنطلون بتاعه بسوستة وجيوب السويتشيرت بتاعه بسوستة يا بنات تمام. بصوا الرجل بتاعته اهي من تحت من غير اسوره، ايوه تمام. ده كده معانا بكام؟ ده 280. ده 280 سيف شتاء كده. في منه يا بنات اللون الكحلي واللون الاحمر، الاسود ده موديل تاني هنشوفه برده مع بعض دلوقتي تمام. اه مختلف، حتى الخامه مختلفه، ده على قطن. اه بصوا يا بنات ده كده ليه اسمها ايه، الاسوره، ليه الاسوره اللي تحت دي يا بنات؟ ده لارج، مقاس لارج. اه ده مقاس لارج. بصوا البنطلون بتاعه والسويت شيرت بتاعه اهو، ده على قطن قطن يعني. اه بصوا البطانه بتاعته اهي باينه ما شاء الله، الخامه بتاعته حلوه والاسود بتاعه اسود تمام. ده بكام؟ نفس السعر 280. 280 مقاساته من ايه لايه؟ من لارج لارج 2 3 تمام، من لارج ل 3 اكس يا بنات. طيب ورينا بقى ده شكله ده. اه تمام. بص يا بنات ده برضو اكس لارج، لارج اكس لارج و2 ده و2 اكس، وفي منه يا بنات كمان اللون اللي على موف شويه ده تمام. طبعا هاتي لجوزك بقى، هاتي لخطيبك قبل الجواز كده الحقي، هاتي له الحاجات دي هدايا بتبقى حلوه قوي. بصوا جميل جدا، حلو قوي، عايزه اقول لكم ده لو هديه جميل. وبرده البنات اللي بيبيعوا اونلاين، بصوا بقى التفاصيل، بصوا السوسته بتاعته، السوسته بتاعته معدن من ناحيتين تمام. وده كده السويت شيرت بتاعه، خامته جميله، خامته حلوه قوي يا بنات. اه ده كده البطانه بتاعته مجورينا بقى الكم، عشان الشغل بتاع الكتف رايح على الكم كمان، ومكتوب على الكم اديداس تمام. الكم التاني مكتوب عليه اديداس ولا لا سادة؟ لا سادة. سادة تمام. كم مكتوب عليه يا بنات وكم لا، انا عايزه اقول لكم شكله ما شاء الله تحفه. بكام ده برده؟ ب 280. 280 وبرده السوسته بتاعته اهي اديداس ومكتوب عليه اديداس، تحفه كل السوسته اللي فيه اديداس جميل. في منه الاحمر، في منه الاحمر، وفي منه الموف، الموف واصفر، الموف، وفي منه الاصفر. ده انتم مدلعينهم على الاخر. في كمان الفراري، اه ده كده انا شفت منك مطلع الوان دلوقتي منه، الاحمر يا بنات والاصفر، وفي منه كمان الازرق. الازرق اه ده الازرق. اه احنا اصلا الدرجه دي الزهري دي ما عملناهاش قبل كده، ما فردناهاش. مع العلم ان انا هاخد واحد منه. طبعا اساسي البنطلون يبقى ساده. بص اللوجو بتاع فراري اهو ما شاء الله تحفه تمام، حلو حلو قوي، حلو ما شاء الله.
هو يوسف هو بيقول هناخد واحد منهم. هاخد واحد كحل والله كمان. اه هتاخد ولا واخد؟ لا هاخد. هتاخد لسه جاي الشغل ده لسه جاي يعني امبارح. اه تمام. بصوا يا بنات ما شاء الله عايزه اقول لكم حلو قوي الشغل ورا وقدام، الرسمه بتاعته موجوده ورا وقدام. وبص بقى الياقه بتاعته مكتوب عليها فراري ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم حلو الترينج ده شيك قوي. ده بكام بقى؟ برضو 280. 280 ولارج واكس لارج و2 اكس و3 اكس اللي احنا شفناه دلوقتي يا بنات 2 اكس زي ما قلنا. في منه الزهري الازرق دوت، وفي منه الاصفر، وفي منه الاحمر. في كمان يا بنات الموديل ده شكله حلو عالي كده، ورينا ده عالي كده في مكانه يعني ده يدفي، ده شكله ثقيل. عملته مبطن. اه وما فيش غير حتتين اس. ده مقاسه ايه؟ شكله حلو كبير. اكس لارج. اكس لارج ما شاء الله شكله كبير على فكره. بصوا الاكس لارج عامل ازاي، كبير جدا. والبنطلون بتاعه ده بكام؟ 200 قلنا. ده 200 بدل 260. تمام. هو اخر قطعتين، حته اكس لارج وحته 3 اكس. حته اكس لارج وحته 3 اكس بنفس اللون. بنفس اللون. تمام. الكابيشو بتاعه يا بنات متبطن. تمام. انا شايفه ان في بناطيل كمان رياضي مقاسات، انا شايفه من اول مقاس ايه لغايه ايه بقى؟ من ميديوم لحايه 4 اكس. من ميديوم لغايه 4 اكس. بصوا يا بنات ده كده تقريبا لارج او اكس لارج، ان انا شايفه هنا في مقاس كبير. بص ورينا بقى الكبير ده. ده الكبير ده الميديوم. بصوا بقى ده شكله الكبير، افرده كده وقول لنا ده كام. ده 4 اكس. ده 4 اكس. بصوا ما شاء الله كبير. كلهم 90 ما شاء الله. حلو قوي. ده قطن يا بنات على فكره، قطنه جميل قوي. تمام. ده كده مع سويت شيرت عندك مع كوتشي برده خروج حلو قوي. ده خفيف مش تقيل، بس تقدري تخرجي بيه مش لو هيبين الجسم يعني. حلو قوي. بصوا اهو كده لغايه تحت الخطوط دي، حلو قوي. تمام. كل لون واحد اسود من ميديوم لغايه 4 اكس، وكلهم سعر واحد يا بنات 90. تمام. في كمان يا بنات الطرحه السوري زي اللفه السوري، دول بيبقوا قطعتين اهو. بصوا اهي يا بنات والباندانا بتاعتها بتبقى حلوه قوي في اللبس دي عايزه اقول لكم. تمام. في منها الوان، بصوا في منها اللون الزيتي ده يا بنات اهي، دي كده 25، الكحلي والزيتي والكموني ده بني شويه، والاحمر ودرجة زيتي فاتحة شوية عن التانية حلوة قوي، واللون المستار ده والموف والابيض والكحلي ورمادي واسود ما شاء الله كل الوانها حلوة قوي. عايزة اقول لكم دي قطن يا بنات، طبعا دي التلبيسة السوري جميلة، دي بتخرج بيها على فكرة على اي حاجة لايقة جدا. 25 ب 25 كل الالوان.